معي الباحث في الشأن السياسي الدكتور رمضان البدران من واشنطن. أهلا ومرحبا بك دكتور رمضان. بداية، قرار المحكمة الاتحادية اليوم، هل هو انفراج لما يحصل أم تعميق للأزمة؟ نعم، تحية لجنابكم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. نعم، أنا أعتقد هو تعميق للأزمة، لأنها لم تجيب على سؤال مهم. الدعوة التي ذهبت إلى المحكمة تريد الحسم والبتات في قضية، هل أن يستمر البرلمان في التمادي وخرق المدة الدستورية، أم أن له أن يحل نفسه ونذهب إلى انتخابات مبكرة مثل ما يحصل في كل الأنظمة النيابية والبرلمانية في العالم. المحكمة الاتحادية لم تجيب على هذا السؤال، بل فتحت باب التمادي إلى البرلمان إلى ما لا نهاية، وإن كانت تمتعض وترفض هذا الأمر، ولكنها فتحت له الباب من الناحية القانونية. قرارها الصادر كان يعني أشبه بقرار سياسي وخطاب سياسي وخطاب وعظي أكثر منه قرار يربو إلى لغة القانون والبتات والصلاحيات الممنوحة لها. هذا التسويف في اتخاذ القرار والحسم أضاع على العراق يعني فكرة مهمة جدا، وهو التأسيس لسياق دستوري في بناء الحكومات. الدستور واضح في المادة 72 باء، يقول يعني بعد المصادقة على الانتخابات وانعقاد أول جلسة للبرلمان، هناك 30 يوم فقط، 30 يوم فقط وفق المادة 72 باء ينتخب رئيس الجمهورية. إن عجز البرلمان، هذا البرلمان يعتبر خرج من الصلاحية لتشكيل حكومة ائتلافية في نظام برلمان. أنت هذا بدأ الخرق الدستوري الآن بعد 30 يوم من انعقاد أول جلسة. هذا الأمر يجب أن يحسم. في البلدان الباقية البرلمانات تحل نفسها، والدستور العراقي إن البرلمان سيفعل ذلك باعتباره أمر بديهي طالما أشار الدستور إلى 30 يوم بعد انعقاد أول جلسة. خرق هذا الأمر يعتبر خرق للدستور، وهنا يصبح تدخل المحكمة الاتحادية واجب وليس بدعوة وليس بطلب لكي تحافظ على دستورية القوانين. ومن واجباتها وفق المادة 293 أنه الرقابة على دستورية القوانين، فهذا خرق للمادة 72 باء بالصريح. 30 يوم فقط بعد أول انعقاد وبعدها يبدأ الخرق، ومن واجبها وليس بدعوة أو تجاهل أو عدم تدخل أن تجلس متفرجة على الموقف. السؤال المهم الآن، البرلمان سوف لن يحل نفسه وسيبقى إلى ما لا نهاية. ما هو الحل؟ هل سنبقى على مجلس مثل مجلس قيادة الثورة الذي حكم البلد أكثر من 30 سنة بدون أو بدون 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 برلمان وبدون نظام ديمقراطي؟ هذا ما سيحصل في قرار المحكمة الاتحادية. طيب دكتور بدران، لكن القرار المحكمة الاتحادية فعليا أدان البرلمان وقال إنه عاجز ومقصر عن أداء واجباته، والجزاء المفروض اليوم هو أن يحل نفسه، لكن كيف يمكن أن يطبق ذلك والبرلمان هو الحكم وهو الخصم؟ لا، البرلمان منح في الدستور آليتين للحل. نعم. تقليديتين. الأولى أن يحل نفسه بعد أن وصلت القوى السياسية إلى عدم التوافق، فيتوافقون على الحل. إذا لم يتوافقوا انتهت فرصتهم. رئيس مجلس الوزراء أصبح بلا غطاء شرعي بعد 30 يوم، ورئيس الجمهورية بلا غطاء شرعي. هنا يتقدم رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد البرلمان، ما حد يستمع لهذا. ينتهي في هذه الفقرة، مو لأنه رئيس الوزراء أعلى سلطة من البرلمان، طبعا لا، بس لأنه البرلمان المتشكل فقد الشرعية وفق الدستور. وهل يمتلك السيد الكاظمي هذه الصلاحية سيد رمضان وهو ورئيس الجمهورية أيضا ونحن في هذه المرحلة؟ لا، وليس لهم الصلاحية بالاستمرار بالعمل بدون غطاء شرعي، ولذلك بين وجود الصلاحية وعدمها الدستور يحسم الأمر. إن له حق، يعني الآن السيد الكاظمي أراد أن يترك المنصب، لا أحد يجبره. السيد رئيس الجمهورية يريد أن يترك المنصب، لا أحد يجبره. ولا يوجد، إذا لذلك الدستور وضع الأولوية أولا لمجلس النواب أن يحل نفسه طوعا بعد 30 يوم. إن لم يستطع يصبح رئيس مجلس الوزراء بلا غطاء، وليس أقوى شرعية من البرلمان، ولكن لأنه فقد الغطاء ولا يوجد أحد سيغطي محله هو رئيس الجمهورية. لذلك يطلب من رئيس الجمهورية أن يعفى من منصبه، يعني أن يعفى، أن يحل البرلمان، عسى أن يأتي برلمان آخر يمنحه الشرعية ويمنح رئيس الجمهورية أو يسرحهما ويأتي بديل عنه.
الدستور واضح في هذه المسألة، يعني الأولى للبرلمان طبعا، الثانية نعم بحكم خلو الغطاء الشرعي للسلطة التنفيذية. إذا لم يفعل الثلث الطرفين وهذا ما حصل، لا تدخل السلطة القضائية وتحسم الموضوع في اليوم، يعني اليوم 31 لرئيس المجلس الوزرائي افترض أن يقدم طلبه رئيس الجمهورية بطلب حل البرلمان، لا ينتظر لأنه منحهم 30 يوم. في اليوم 32 على سبيل المثال إن لم يقدم طلبه رئيس المجلس الوزراء، المحكمة تدخل في يوم 32 وتصدر أمر لمخالفة الطرفين للسياق الدستوري، هؤلاء مخالفين، يعني هي مو طوعية المسألة بكيف البرلمان يحل نفسه أو لا، أو بكيف رئيس المجلس الوزراء يقدم، هو مو طوعية، هذه أوامر واضحة في الدستور والسياقات، هي ليست تطوع، وإن لم يفعلها تترجى من الحكومة الاتحادية المحكمة الاتحادية ذلك، هذا خطأ في التفسير. لذلك إذا تبقى المحكمة الاتحادية تذهب إلى النصوص، هذا تفسير الدستور كأنه قانون، الدستور شريعة والشريعة مبنية على المبادئ والعقلانية، يعني بالعقل هو هذا المعروف، أما تذهب إلى 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 ما ينص عليه الدستور أو على العرف المتعامل في الدول، كل الأنظمة النيابية البرلمانية مطلوب من البرلمان عندما يتشكل يشكل حكومة، وبالتالي إذا عجز ينحل، هذا ما يحصل في كل الدول، لذلك تحل البرلمانات ليس لسبب آخر، هذا أهم الأسباب. طيب هل بهذا القرار دكتور رمضان الكرة أصبحت من ملعب القوى السياسية، حيث استنفذنا بكل تأكيد موضوع أن المحكمة الاتحادية هي من تقرر حل البرلمان من عدمه، الكتل السياسية اليوم لماذا ستحل البرلمان برأيك؟ سوف لن تحله، وهذه هي الخطيئة الكبرى، أنه إحنا عندما ذهبنا للمحكمة الاتحادية هذه النهاية التي المفروض لا عودة منها. المحكمة الاتحادية أشارت بعبارتها إلى العملية السياسية والقوى السياسية، لا يوجد في الدستور كلمة واحدة تشير إلى عملية سياسية، لا توجد في الدستور كلمة واحدة تشير إلى القوى السياسية. القوى السياسية قضايا تبدأ وتنتهي بالعرف، قضايا عرفية ليس لها سطوة لا على القانون ولا على الدستور، لا يوجد، يعني كيف المحكمة الاتحادية تتلفظ بألفاظ وعناوين العملية السياسية والقوى السياسية؟ هذا مو شأن المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية حدودها بحدود القانون والدستور والتشريعات، لا تنزل إلى هذا المستوى، أما أن تتنازل عن دورها وتمنح القوى السياسية فوقية في اتخاذ القرار في تحديد مصير الدولة، إذن لماذا أنتم مأذونون للقضاء باسم الشعب أيها السادة القضاة؟ أنتم مأذونون للقضاء باسم الشعب، أنتم مدعي عام، تراقبون وظيفيا تراقبون دستورية القوانين، عندما يحصل خرق دستوري يجب أن لا تنظر من وقف وراء الخرق، لأنك تملك قوة وشرعية 40 مليون عراقي، من هي الأحزاب ومن هي القوى أيا كانت، هي هذه هكذا الدستور يبني، عندما منحك البتات ومنحك الفوقية في التشريعات وتفسير الدستور، يعني هل نحتاج إلى تفسير للدستور مادة 72 باء يقول بعد أول انعقاد ينتخب رئيس للجمهورية، شنو الغير واضح في الدستور وكيف لم تكمن يعني الخرق؟ وإذا ذهبنا إلى 30 يوم عندك آليتين للحل، ما حصل الآليتين أنت تتدخل، هذا نعم. قضية واضحة وبديهية، أما أنه الدستور قال لي ولم يقل، هذا ينطبق على القوانين وعلى القضاة الذي يحكمون بالقانون، مو القضاة الذي يحكمون بالشريعة. المشكلة التي لدينا أن القضاة التسعة ليس اختصاصهم البت في الشرائع، ولذلك الدستور عندما وسع دور المحكمة الاتحادية في المادة 93 منح في المادة 92 توسع لكادرها، ولذلك طلب أن يدخل في المحكمة الاتحادية فقهاء في القانون الدستوري، لأن فهم تفسير القانون الدستوري وليس كتفسير القوانين، والسادة القضاة ليس من اختصاصهم تفسير الدستور، وعلى يبدو من الناحية الفنية عجزوا وفشلوا في أكثر من مشهد في يعني الانتهاء بقوانين أو قرارات تناسب فهم الدستور. نعم. دكتور رمضان في سؤالي الأخير لو سمحت لي لأن الوقت يدركنا، في حال أصر الإطار التنسيقي على عقد جلسة وتشكيل حكومة والتيار على عدم الحوار، إلى أين سنتجه؟ كفة من سترجح برأيك؟ إلى صدام، يعني المحكمة الاتحادية تركت الأمور إلى طبعا الإطار التنسيقي بناء على هذه الكلمات المرنة من الحكومة المحكمة الاتحادية سيرمي اللوم على الكرد أو على التيار الصدري بإعاقة التشكيل، وإذا ما شكل الإطار التنسيقي البرلمان التيار الصدري سيعتبر أن هذا البرلمان
في عليه مؤشرين، الأول خرق الثلاثين يوم، الثاني إعاقة التشكيل على يد التيار الصدري باستعمال الثلثين من المحكمة، وهذا أيضا إخفاق ثانية سجلت. إذن ذاهبين هنا إلى صدام، والتيار والإطار التنسيقي إذا ذهبنا على الموضوع بشكل سياسي، مساحة الرفض للإطار في بين قوى الكرد والسنة، قوى الشارع بالصدريين أو التشرينيين، إذا ذهبنا بالعملية السياسية فأنت تمنح السلطة للأقلية لا يوجد معها توافق لا في داخل البرلمان ولا توافق وطني ولا توافق مع الشعراء، وتمنعها الحق في تشكيل السلطة. هذا دفع للبلد إلى انسداد. نعم. ولذلك نعم. مؤسف حل البرلمان، ولكن هذا هو أهون الحلول لكي وآخر. وربما دكتور رمضان البدران الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك.